يلا بينا نلخص واحد من الكتب الممتعه جدا في البيزنس. الحمد لله على السلامه. لو عايز تعرف تلخيصات احسن الكتب في عالم البيزنس، الحمد لله على السلامه. انت مع اوجامي. مساء الخير، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت، ودي السلسله اللي احنا بنجيب فيها كتاب ونبدا نلخصه. من قبل ما اقول لك الكتاب، وجب التنويه ان احنا بنعمله ده ما يغنيش عن القرايه. القرايه في منتهى الاهميه، وهتزودك انت جدا على المستوى الشخصي قبل ما تزودك على المستوى التقني بالمعلومات اللي هتاخدها من الكتاب. وافتكر ان احنا كاوريجامي احنا بنتميز بالحته دي، ان احنا بنبدا نجيب الكتاب ونحطه في شكل بزنس. فممكن انت لما تقرا الكتاب تفهم حاجه احنا ما فهمناهاش، او تفهم حاجه احنا ما قلناهاش. لازم ولابد تقرا الكتاب. الكتاب النهارده كتاب دمه خفيف جدا، كتاب 9 كذبات عن سوق العمل، او 9 lies about the workplace. الاثنين اللي كاتبينه باكنغهام وجودال كانوا شغالين في اماكن، على سبيل المثال وليس الحص، كانوا شغالين في شركه سيسكو، وكانوا شغالين في شركه جالب، اللي هم يعني واحد من اكبر الشركات في عالم الاتصالات، وواحده من اكبر الشركات في عالم الاسسمنتس والسيرتيفيكيشنز. الاثنين محترفين في شغلهم، والاثنين عندهم خبره سنين. باكنغهام كاتب اكتر من 9 كتب، والتسع كتب نجحوا، وعمل بارتنرشيبس مع ناس كبيره جدا في عالم الكتابه. فكتاب محترم جدا وتو ذا بوينت، بيتكلم في 9 مث او 9 اساطير مش موجودين احنا فاكرينهم، وبيبدا يصلح الكذبه دي بالصدق. كتاب جميل جدا وطوالي، حتى لو انت قريته مش هاخد منك وقت، لان انت هتحس ان الوقت بيجري وانت بتقراه. كذبه رقم 1، الناس بتهتم هي شغاله في شركه ايه. مفيش الكلام ده. الناس بتهتم هم شغالين في انهو تيم. باش انا مالي بالشركه، انا في شركات اشتغلت ومشيت منها وانا ما اعرفش مين شغال في القسم اللي جنبي، لان انا شغلي كان فيه انترديبندنس قليل، وانا كل الحكايه في القسم اللي انا فيه. اهم حاجه هو القسم، تاني واهم حاجه في القسم هو المدير. فانا مش محتاج يهمني الشركه قوي، لو القسم بتاعي مريحني فانا كده الشركه بتاعتي مريحاني. تاني كذبه، احسن خطه هي اللي هتكسب. مفيش الكلام ده، مش دايما احسن خطه اللي بتكسب، لان العالم دلوقتي اللي احنا عايشين فيه عالم متغير جدا، وفي ظروف كتيره جدا بتتغير. احسن ذكاء هو اللي هيكسب، بمعنى ان انت مش بس محتاج تعمل خطه، ده انت محتاج كمان يكون عندك ناس عارفين ازاي لو الدنيا اتغيرت يبدا يغير استراتيجيته. الكلمه دي مكتوبه عندنا في شركه اوريجامي، you will understand the importance of strategy when your plan crashes. هتفهم اهميه الاستراتيجيه لما خطتك تفشل. تعرف ان انت دلوقتي المفروض تعتمد على نفسك وتعمل خطه جديده بسرعه، فمش دايما الخطه الكويسه بتكسب، الذكاء هو اللي بيكسب. كذبه رقم 3، الشركات الكويسه بتعمل انزال الاهداف. الشركات الكويسه بتعمل انزال للمعاني، للقيم. انا الكلمه دي بقولها واجر على الله، كمان 20 سنه مش هيبقى في حاجه اسمها مؤشرات اداء، هيبقى كل الموضوع مؤشرات سلوك. مش ههتم قوي بالجزء التقني، لان الجزء التقني هنعرف ان هو بيجي اوتوماتيك لو انت البني ادمين اللي عندك عندهم قيم وعندهم مؤشرات سلوكيه صحيحه وسليمه. بمعنى ان انا لما اجي اعمل انزال الاهداف ما يبقاش خد اعمل ده، لا، زي ما ستيف جوبز قال، وي هاير بيبل تو تيل اس وات تو دو. احنا بنعين الناس عشان يقولوا لنا ايه اللي يحصل، احنا بنقول لهم عايزين نوصل لحتك دي، يلا بقى شوفوا انتوا ازاي توصلوا له. كذبه رقم 4، الناس اللي محبوبه من كل الناس هم احسن ناس. بالعكس، انت ممكن تلاقي انسان ما عندوش الكوميونيكيشن سكيلز او ما عندوش مهارات تواصل، لكن هو فريد، انسان فريد من نوعه، انسان عنده حاجه يديها، انسان عنده علم، انسان عنده تقنيات. ما تحكمش على الناس لمجرد ان هم يا عم ده كله بيحبه. مش شرط الانسان ما عندوش اعداء خالص، يعني انسان ما doesn't stand for anything او ما عندوش قيم يقف يدافع عنها. كذبه رقم 5، الناس محتاجه فيدباك. الناس محتاجه اهتمام. الموظف محتاج يحس ان مديره مهتم بيه، مهتم بتطويره، مش بس مهتم ان هو يشوف هو عمل ايه غلط ويديله عليه فيدباك. حد في منتهى الأهمية، لأن في فرق بين أنا أبدأ أكون بديك نقد بناء عشان تتطور، وإن أنا تبدأ تحس إن أنت متربص لي على الأخطاء ومواسم، مش هتديني أي حاجة غير نقد هادم. كذبة 5، دي الكذبة الوحيدة اللي أنا كنت وصلت لها من قبل ما أقرأ الكتاب. الناس لما تبدأ يقعد مع بني آدم تاني، وده دايما بقوله في الريكروتمنت خصوصا، لما يبدأ يقعد مع بني آدم تاني يقول لك أنا قعدت معاه وقيمته. باشا أنت ما قيمتوش، أنت قيمته من خلال تجربتك أنت اللي ممكن ما تكونش صح. تجربتك مش ابسولوت، تجربتك مش حاجه شامله وهامه وتامه، لا عادي، انت ممكن تكون تجربتك اللي انت شفته كويسه ومحترمه، لكن مش كفايه انك تقيم كل البني ادمين بكل خبراتهم. فلازم نكون احنا عندنا طرق تانيه غير الحكم بتاع البني ادمين، مش كفايه ابدا. كذبه رقم 7، البني ادمين عندهم امكانيات. People have potential. الكتاب بيقول لك People have momentum. يعني ايه مومنتم؟ لو انت دارس فيزياء هتفهم المومنتم ده سرعة وقوة وحجم الشيء. فبالتالي الكتاب بيحاول يقول لك ما تفهمش ان البني ادم ده عنده امكانيات فتبدا تقول ده هو امكانياته كده، لا، البني ادم ده انت فضلت
تزود من قيمته، تزود من حجمه من خلال علم، وتزود من سرعته واحده واحده بالفيدباك الكويس وبالاتنشن. يبدا الراجل ده اللي كان انت كنت فاكر ان البوتنشال بتاعه قد كده يبدا يوصل لمومنتم رهيب انت ما كنتش متخيل انه يوصل للسرعه والحجم ده. كسبه رقم 8، ورك لايف بالانس ماترز موست. يعني ان انا اهم حاجه ان يكون عندي توازن واشوف حياتي الخاصه. يا عم الكتاب، وانا دي نقطه مش معاه فيها قوي، الكتاب بيقول لك لا، بيقول لك اهم حاجه ان انت تكون بتحب شغلك، ولو انت بتحب شغلك مش هتحتاج اصلا الورك لايف. مع كامل احترامي اللي كتبوا الكتاب ناس ناجحين جدا في شغلهم، بس احنا ما نعرفش درجه نجاحهم في المستوى الشخصي، وانا والله ما دورت ومش هدور. اللي انا عايز اقوله ان لا، ورك لايف بالانس بالنسبه لي اهم من اي حاجه، عيلتي كومز فيرست، او لازم احنا نوصل للفاكت دي ان الشغل مش دايم، الاهل هم اللي دايمين. لكن الكتاب ما بيقولش كده، الكتاب بيقول ان انت لو وصلت لدرجه من حب العمل هتتجنب حته الورك لايف بالانس، او مش تبقى مهمه بالنسبه لك. كسبه رقم 9، في حاجه اسمها قياده. برضو انا مش موافق على دي بالنسبه للكتاب. الكتاب بيقول لك لا، مش حاجه اسمها قياده، في حاجه اسمها شخص مختلف، فاحنا هنبدا نمشي وراه حتى لو مفيش عنده مهارات قياده. انا مش موافق على الحته دي، دي نقطه، دي اخر نقطتين دول انا مش موافق عليهم. هو بيقول لك ان يونيكنس او انك تبقى فريد از ا ثينج، ده هي دي الحاجه اللي هتخلي الناس بص ده هو عنده وجهه نظر مختلفه، بص ده عنده رؤيه مختلفه. وجهه نظر الكتاب ان دي الحاجه اللي هتجمع الناس وراك. الكتاب جميل جدا، ارجع اقراه، اختلف معاه، اتفق معاه، ارجع اقرا الكتاب. افتكر ان احنا بنزل كونتنت مختلف تماما على فيسبوك ولينكد ان وانستجرام وتيك توك. لو الكونتنت عاجبك شيره مع حد يكون انترستد فيه. افتكر ان احنا عندنا كتب كتيره جدا ملخصينها. اشوفكم على خير ودايما بتتطوروا.